في مبادرة إنسانية اجتماعية تهدف إلى تشجيع التمدرس والتخفيف من صعوبة التنقل بالنسبة لتلاميذ عدد من الدواوير التابعة لإقليم أزيلال، استفاد المتمدرسون من دراجات هوائية مزودة بمختلف اللوازم من ضمنها تلك التي تقيهم من مخاطر الطريق والاستفادة من صيانة الدراجات على مدار السنة. روبورتاج محمد الوهيبي وعبد العلي عياد وجهاد ليبري. لإقليم أزيلال تضاريس صعبة ومسالك وعرة، يضطر معها تلاميذ وتلميذات عدد من دواوير إقليم أزيلال إلى قطع مسافات طويلة وتحمل مشقتها للوصول إلى حجرات تلقف العلم والمعرفة، خصوصا إبان التغيرات المناخية التي يشهدها الإقليم. النقل المدرسي ما كيقدرش يوصل عندنا، والطريق بعيدة علينا وما كان وصلوش في الوقت للمدرسة. دابا أنا بعيد على المدرسة، ومرة كان وصل بكري مرة ما كان وصلش، طنوبيلات قلال. ولتقريب المسافة التي كان يعاني من تبعاتها المتمدرسون والمتمدرسات، تم تسليم 100 دراجة هوائية للمستفيدين والمستفيدات والمنحدرين من أسر غير محظوظة اجتماعيا، اختيروا وفق معايير مضبوطة، القصد منها تسهيل تنقلهم للمدارس وللتخفيف من عبء المصاريف التي كانت تثقل كاهل الأسر. المنطقة فيها التضاريس واعرة وكيتكون الشتاء، ودابا ملي عطاونا هاد البيزيكليت غادي تسهل علينا المأمورية بزاف، وغادي نبقاو نوصلوا في الوقت للمؤسسات ديالنا. بعيدة عليا المدرسة، الطريق طويلة، ودابا خديت البيزيكليت تتعاون ليا شوية في الطريق. كنمشي جوج كيلومتر في الطريق في الظلام والشتاء، فاش كتكون الشتاء ما كان بعيد الحال، وبزاف دابا عاونونا بهاد البيكلات. هذا المشروع تيدخل باش يقلص من الهضره المدرسيه اللي تعرفوا بحال هذه المناطق لازيلال والمناطق القرويه في المغرب، وحاولنا ناخذوا المباركه ديال المجموعه لهذا المشروع لانه تيجاوب على ثلاثه المحاور. المحور الاول هو انه تيدخل في منظوم التربيه ليدوكاسيون، المحور الثاني انه تيسهل الموبيليتي والحركيه والولوج والمدارس، والمحور الثالث هو انه لونفيرونمون، كيفاش يحافظ على المناخ وعلى لونفيرونمون. مبادرة حميدة تجاه هذه العينة بالوسط القروي، تروم مساعدة الأسر على تأمين دراسة أبنائهم من خلال التقليص من الهدر المدرسي والمساهمة في إنجاح الموسم الدراسي.